بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعزائنا المتابعين لصفحتنا فاير فايتنج أكاديمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم من جديد في دورتنا الخاصة بالكلام عن الفاير هايدرانت أند هوز حسب الـ NFPA، عدة مراجع من الـ NFPA. يقدمها لكم المهندس رياض فاضل النجار. الجلسة الرابعة والأخيرة من المحاضرات. في هذه الجلسة سوف نتكلم عن كمية الماء اللازم لأنواع أو للمبنى بشكل عام، ولا بد من التمهيد بمقدمة تتكلم عن Type of Construction. مصدر هذه المعلومات هي NFPA 5000 و NFPA 220 لمزيد من التوسع. سوف نتكلم بشيء من الإيجاز عن أنواع الهياكل، النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول والنوع الثاني، طبعا كل نوع من أنواع الهياكل يحتوي على تصنيفين أو ثلاثة أو واحد حسب كل نوع. طبعا النوع الأول والنوع الثاني يشملان الهاي رايز بيلدينج والمباني الخرسانية. النوع الأول هو فاير ريزيستنس، والنوع الثاني يكون نون كومبوستبل. النوع الثالث من المباني يحتوي على تصنيفين، تكون منه الجدران غير ممنوعات غير قابلة للاحتراق، أما الأرضيات والأسقف تكون من الخشب بأبعاد أصغر مما هو مطلوب لمباني النوع الرابع. مباني النوع الرابع تكون من تصنيف 1-2 HH، تكون غالبية هذه الهياكل من الخشب الصلب أو مؤلف من صفائح بدون فضاءات مخفية، أي concealed space. النوع الخامس وهو أيضا من الخشب ويحتوي على تصنيفين 1-1-1 و0-0-0. هذا بشكل عام لمحة سريعة عن type of construction. يوجد لدينا جدول fire resistance rating for type 1-5 construction بالساعة. الجدول هنا يحتوي على التصنيف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وكل تصنيف يحتوي على عدة على نموذجين أو ثلاث نماذج أو نموذج واحد. مثلا يأخذ التايب 1-4-4-2، فأن الجدران الخارجية تكون fire resistance rating 4 ساعات، الفلور 4 ساعات، والروف 4 ساعات، ومثلها لباقي التفاصيل. طبعا الشرح وافي عن هذا الجدول، وكما ذكرت سابقا هو في الـ NFPA 5000. ما معنى الأربع أربعة ثلاثة؟ الأربع هو للجدران الخارجية، الأربع المتوسطة للعمدان والهيكل، والرقم الأخير هو للأرضيات. ننتقل إلى بند جديد هو الـ Fire Flow Requirements for Building. هنا يلزمنا تحديد ثلاثة أمور. الأمر الأول، يلزمنا تحديد كمية الماء اللازمة لكل مبنى في البداية، وذلك اعتمادا على عدة عوامل كنوع هيكل المبنى والمساحة. يلزمنا أيضا تحديد المقدار اللازم لحماية المبنى من الداخل بأنظمة الحماية المختلفة كأنظمة الرشاشات وصناديق الحريق، وبعدها نحدد عدد حنفيات الحريق اللازمة لتكون حول المبنى. هنا رسم يوضح وجود نظام حريق يحتوي على صناديق حريق، ويوجد هايدرنت حول المبنى، كل هايدرنت بجواره هوز كابينت تحتوي على المعدات التي تم ذكرها في الحلقة الثانية من هذه المحاضرات. نأتي هنا إلى مجموعة من التعريفات. التعريف الأول هو الفاير فلو، هو كمية التدفق اللازمة عند ضغط متبقي 20 إبساي واللازمة والتي يجب توافرها for fire fighting. أي fire flow كمية التدفق عند 20 إبساي كضغط متبقي. تعريف آخر هو fire flow area، هو مساحة الأرضية المطلوبة لتحديد مقدار التدفق. إذا مساحة الأرضية لتحديد مقدار التدفق في المباني type 1 وtype 2 من النوع 222 فقط، فإن مساحة الأرضية هي عبارة عن مجموع أكبر ثلاث طوابق متتالية. إذن هو مجموع أكبر ثلاث طوابق متتالية. كما ذكرنا فإن التايب 1 والتايب 2 هو يتضمن الهاي رايز بيلدينج، وبالتالي لا يمكن أخذ جمع جميع المساحات الموجودة في الهاي رايز بيلدينج، ويتم أخذ فقط الثلاث الطوابق أكبر ثلاث طوابق متتالية.
هذا الجدول يوضح لنا نوع المباني حسب التصنيف، هذه المساحات، المساحات المتوفرة في المبنى، وعليه يتم تحديد كمية التدفق والزمن اللازم. إذن يعني نحتاج إلى المساحة، نحتاج لتحديد نوع المبنى، وعليه نأخذ كمية التدفق اللازمة والمدة الزمنية اللازمة لتدفق الماء. في المباني يوجد تصنيفين للمباني. التصنيف الأول هو 1 and 2 family dwellings، شقق عوائل من فيلا واحدة أو فيلتين. يوجد لدينا حالتين. الحالة الأولى إذا كانت المساحة مساحة لا تتجاوز 5000 قدم مربع، فيجب أن يكون التدفق 1000 جي بي ام لمقدار ساعة واحدة. إذن الحالة الأولى المساحة لا تتجاوز 5000 قدم، أي 335 متر مربع تقريبا، يجب أن تكون كمية الجي بي ام 1000 جي بي ام ولمدة واحد ساعة. يتم تخفيض كمية التدفق هذه الـ 1000 جي بي ام بمقدار 50% إذا كان المبنى محمك بالكامل من الرشاشات. إذا تخفيض 50% فتصبح قيمة التدفق هنا 5000 جي بي ام. يتم تخفيض 25% عندما يبتعد المبنى عن أي مبنى آخر بمسافة لا تقل عن 9.1 متر. هنا نوع آخر من التخفيضات للتدفق عندما يكون المبنى يبتعد عن المبنى الآخر المجاور له بمسافة لا تقل عن 9.1 متر. أقل قيمة للتخفيض هي 500 جي بي ام، ولا يسمح بالتخفيض بعد هذه القيمة. النوع الآخر من بالنسبة للمباني 1 and 2 family dwellings هو إذا كانت المساحة تتجاوز 5000 قدم مربع، فعندها يتم الالتزام بالجدول السابق من حيث المساحة والتدفق اللازم والزمن اللازم، ويحصل تخفيض أيضا 50% عندما يكون المبنى محمي بالكامل بالرشاشات. النوع الآخر من المباني هو البقية المباني building other than 1 and 2 family dwellings. القاعدة العامة يتم اتباع الجدول السابق. إذا كان المبنى محمي بالرشاشات بشكل كامل فيتم إجراء تخفيض 75%، ويتم تمييز حالتين. الحالة الأولى لا تقل قيمة التخفيض أو قيمة الفاير فلو عن 1000 جي بي ام. الحالة الثانية إذا كانت الرشاشات سريعة الاستجابة فلا تقل القيمة عن 600 جي بي ام. إذن الحالة الأولى الرشاشات قياسية الاستجابة فلا تقل قيمة التدفق عن 1000 جي بي ام، الرشاشات سريعة الاستجابة لا تقل القيمة عن 600 جي بي ام. نأخذ مثال ليكون لدينا مبنى من 6 طوابق من نوع مصنع، طبعا من نوع البناء هو التصنيف الخامس. التصنيف الخامس كما اتفقنا هو من الخشب. أبعاد المبنى هو 75 قدم 370 قدم، ونأخذ المساحة مساحة الدور هو 27750 قدم مربعة. نضربها بستة من أجل الحصول على كامل مساحة المبنى، نحصل على الرقم 166500 قدم مربع. نذهب إلى الجدول السابق ونجد هنا المبنى تصنيف خامس أكبر من هذه القيمة. طبعا القيمة هنا 85000، الأكبر منها فنحصل على 8000 الفاير فلو جي بي ام 8000 ومقدار التدفق 4 ساعات. فبالتالي هنا 8000. اتفقنا إذا كان المبني محمي بالكامل بالرشاشات فيتم إجراء تخفيض مقداره 75%، فيكون المتبقي من التدفق هو 2000 جي بي ام. الآن نعود إلى الجدول الذي تكلمنا عنه في الحلقة الأولى، الجدول E3. من هذا الجدول نجد هنا قيمة التدفق 2000 جي بي ام. 2000 جي بي ام معنى ذلك أننا نحتاج إلى هيدرانت عدد 2، المسافة بين الهيدرانت والذي يليه 137 مترا. متابعة للكلام عن المثال. إذا بنتيجة هذا الكلام فسوف نحصل على تركيب 2 هيدرانت والمسافة بينهما 137 متر. بالنسبة للتخفيض يمكن تغيير وتخفيض نسبة وتغيير وتخفيض نسبة التخفيض تبعا لعدة عوامل، وذلك حسب رؤية الجهة المختصة. في مثالنا السابق لو قمنا بتغيير نوع الإشغال في المبنى لحصلنا على نتائج مختلفة. لنقل أن المبنى كان مصنع وتم تحويله إلى مكاتب،
فإن كمية الماء اللازمة للمصنع أكبر منها للمكاتب، فيتم أخذ تخفيض بقيمة 25% فقط، فيبقى لدينا 6000 جي بي ام. وبناء عليه إذا عدنا إلى الجدول E3 6000 جي بي ام، فنحصل نريد 6 هيدران، المسافة بين الهيدران والذي ليه 76 مترا. في حال تم تركيب مضخات حريق على الشبكة، فيجب الانتباه إلى أن المضخات قادرة على تزوية 6000 جي بي ام لأبعد هيدرنت، وأن يبقى في الشبكة وأن لا تنخفض قيمة الضغط في الشبكة عن 20 إبساي. إذن ربما يورد هنا سؤال، هل يتم تركيب مضختين، مضخة خاصة بالنظام داخل المبنى ومضخة خاصة بالفاير هيدرنت؟ الجواب هو لا، إنما يتم اختيار المضخة وفقا للتدفقات المطلوبة لنظام المكافحة وعند الضغط اللازم، ولكن يجب الانتباه إلى أن المضخة قادرة على تزويد كمية الماء اللازمة للهيدرنت وألا تقل قيمة الضغط في الشبكة بعد فتح جميع الهيدرنت عن 20 إبساي. هنا ملاحظة ركز عليها الكود، وهي أن تحديد كمية الماء المتدفق للمبنى وتحديد نوع المباني تتطلب خبرة واسعة من الشخص المصمم، having extensive experience in firefighting and or fire protection system design and knowledge of the construction of the building and its intended use. إذن اتفقنا أن قيمة التخفيض تعتمد بشكل أساسي، باستثناء طبعا قاعدة التخفيض في حالة الرشاشات، حماية المبنى بالرشاشات بالكامل، تعتمد على الحكم وخبرة الشخص المصمم لإجراء قيمة التخفيض من أجل الحصول على قيمة التدفق اللازمة من أجل توزيع الهيدرانت واختيار العدد المناسب. نأخذ مثال أخير، لدينا مبنى من النوع الثاني بمساحة 26000 قدم مربع. إذا ذهبنا إلى الجدول 18-4-5-1-2 فإن قيمة التدفق اللازمة هي 3500 جي بي ام لمدة 3 ساعات. إذا كان المبنى محمي بالكامل بالرشاشات فيتم إجراء تخفيض 75%، وبالتالي فإن قيمة التدفق المتبقية هي 875 جي بي ام، واتفقنا على أن لا تقل القيمة عن 1000 جي بي ام، لذلك فإن قيمة الفاير فلو الأخيرة التي ستعتمد هي 1000 جي بي ام. وإذا عدنا إلى الجدول E3 نجد أننا نحتاج إلى هيدرنت واحد فقط. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة من المحاضرات التي تتعلق بالفاير هيدرنت. طبعا هنا ملاحظة أن هذه السلسلة لا تجعل من مستمعها خبيرا، وإنما تعطيه بعض الجوانب والنقاط وأهم ما ركز عليه الكود، وأما زيادة الخبرة فيجب أن زيادة الاطلاع وزيادة القراءة من أجل ترسيخ المفاهيم ومن أجل ضبط المعلومات، وبالإضافة إلى الرجوع إلى المواسير تحت الأرض المدفونة وكيفية التوصيل وكيفية إنشاء كتل المقاومة تراست بلوك وغير ذلك من الأمور وأنواع المحابس وكيفية التركيب وإلى ما هنالك من الأمور. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.